الملف التحليلية. قمة علمائية جزائرية ضد التطبيع، وأعلام تل أبيب يحرض. دول غربية تستخدم منابر أممية لمحاصرة إيران، أي مصداقية؟ باكستان تختار البترول الروسي، معارضة دولية للضغوط الأمريكية تتسع. في وثيقة اليوم، غرفة حرب ديمقراطية لاستباق حملة من الجمهوريين ضد بايدن ونجله. وفي قضية اليوم، 400 غرفة لوفد ولي العهد السعودي في سيول، وقمم صناعية ومناخية وغذائية في عالم يتضور جوعاً. كيف تتسع الفجوة بين الحكام وشعوبهم؟ التحليلية تأتيكم يومياً الساعة 6 مساءً بتوقيت القدس الشريف.